بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وبرحب بكل سادة متشاهديننا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. مقدميني النهاردة تورتايا، بقالنا كتير قوي قوي ما عملناش كيكة يعني، فعاملين تورتايا كده حلوة لمناسبات للأعياد الميلاد، لأي مناسبة حضرتك عندك تقدري. حتى النهاردة عاملين أوبشن حلو قوي، اللي احنا نكتب بالأسماء اللي انتوا هتطلبوها مننا إن شاء الله على التورتايا. فالنهارده احنا عاملين الكيكه، عشان كده عاملينها نص شوكولاته ونص فانيلا. تقدروا انتوا تتواصلوا من خلال البرنامج وتكلمونا على رقم التليفون اللي قدامكم ده، اللي هو 02-33-08-02-02-38-35-22-27. تقدروا تتواصلوا من خلال البرنامج وتبعتوا لنا الهداء اللي انتوا عايزينه، او الاسم، سواء جوز حضرتك، ابن حضرتك، عيد ميلاد، اي حد انت عايزاه. وهنكتب ان شاء الله اسمه على كارت شوكولاته كده عشان نحطه جنب التورتايه بتاعتنا. وبرده الاخوه المقيمين خارج مصر يقدروا يتواصلوا معانا عن طريق مفتاح الرقم الدولي 002-02-38-35-227. خلينا نشوف اول حاجه هنبدا نشتغل فيها. انا طبعا عاملين قبل كده، عملنا كتير قوي، فمش هناخد مساحه تاني من الوقت اللي احنا نعمل كيكه الفانيليا او كيكه الشوكولاته، خلاص عملناها قبل كده. اللي انا هعمله دلوقتي هو الميروار، ازاي نقدر ان احنا نعمله ويطلع معايا ميروار مظبوط. طيب اول حاجه بس هنعمل عندنا الجيلاتين. الجيلاتين ده عباره عن ايه؟ انت بتجيبي، موجود طبعا عند اي عطار دلوقتي موجود الجيلاتين، فبنجيب بوله وبجيب فيها حوالي 20 جرام من الجيلاتين اهو. والجيلاتين ده قلنا قبل كده بيطلع منين؟ بيطلع من العظم، فاهم ازاي؟ بيطلع من العظم اهو، حبيبات الجيلاتين دي هيت بنقوم حاطينها، وده اكتر حاجه بتخلي الجيلاتين ما يبقاش له ريحه، وفي نفس الوقت بيتفاعل معايا اكتر. ان انا ما احطوش على في ميه سخنه، لا، اللي انا بجيب عندي ميه بارده اهو، ونبدا نحطه كده هنا بس. وبعد كده بقوم مديله تقليبه كده بمعلقه صغنطوطه، بسم الله الرحمن الرحيم، اي معلقه، بص كده اقلب كده، ميه بارده مش ميه سخنه، حلو الكلام. وتقومي سايبه كده. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هتلاقي حبيبات الجيلاتين دي بدات تتفاعل دلوقتي، وهيبدا ده السائل ده هيبدا يجمد معايا، بعد كده ناخده ونشتغل بيه. ده افضل حاجه انك تفعلي الجيلاتين اللي انت عايزاه. طيب الميروار هننزل المقادير بتاعته. ايه يا جيمي؟ والله عسل. الميروار بتاع المحشي. الميروار اللي هو الحاجه الشفافه، فاهم ازاي؟ دي المرايه. الميروار من مرايه، بالظبط، هو مرايه، يعني انت تشوف نفسك في المروار ده، تشوف نفسك فعلا، تعمل احلى قصه، تعملي احلى ميك اب على فكره فيه. احلى من مرايه. 2 كوبايه من السكر، ربع كوبايه من عسل الجلوكوز، ده اول حاجه عندي على النار. بعد كده ربع كوبايه من الميه، وعندي كوبايه من الكاكاو الخام. وبعد كده عندنا في كوبايه تقدري تستخدميها حليب ساخن او كريم، كريمة طهي، مش كريمة خفق، كريمة طهي او كريمة خفق. هنزود بس الكوباية من كريمة يا اما حليب يا اما كوباية من كريمة الطهي مع المروار. وبعد كده عندنا 2 معلقة من كبيرة من الجيلاتين اللي احنا عملناها مع ربع كوباية مية اللي احنا عملناها اول حاجة. بعد كده عندنا كوباية من الشوكولاتة الغامقة اللي هنبدأ نستخدمها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي عسل الجلوكوز، وده مهم جدا عشان اللمعة بتاعت الميروار تبقى باينة، دي لازم تبقى فيها مية. ماشي كده، اقوم واخد عندي عسل الجلوكوز، بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم ضايفينه عشان هعمل كراميل، بس الكراميل هنا اللي هعملها ما تبقاش بيضة، ما تبقاش غامقه، تبقى كراميله بيضه، يعني ده يعني مثلا بنتكلم في 120،
لو عندك ترمومتر، وبقوم حاطط عندي السكر هنا. حافظي على الكازرولة بتاعتك ما تجيش حواليها حاجات. وفي النص كده اهوت بقوم حاطط عندي ربع كوبايه ميه. شكرا. الميه دلوقتي هتتوغل جوه السكر زي ما حضرتك كده شايفه، ونقوم رايحين واخدينها فين؟ حاطينها على النار دي. واسيبها تعمل كراميل على درجه حراره 120 عشان تطلع الحاجه مظبوطه. في تكات كتير بتتحط للمروار. في ناس بتحط جيلي سخن لو عندك طبعا، ما عندكيش خلاص ما فيش اي مشكله ولا تعملي ازمه لنفسك عليها. لكن هو كده بالمقادير اللي احنا عندنا ديت هيطلع مظبوط جدا. هنطفي بايه بقى؟ هنطفي بالحليب، كوبايه من الحليب السخن او كوبايه من كريمه الطهي. كريمه طهي. لو ما فيش هنشتغل بالحليب عادي جدا، عشان بسهلها لك شويه. عايزين بقى اهي الكازرول اهي. طيب الاستاذه دعاء، السلام عليكم. استاذه دعاء. يا استاذه ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، والله اكبر حضرتك. الحمد لله بخير. انا كان نفسي اكلم حضرتك جدا في الحلقه دي. ربنا يخليكي، والله منوره الدنيا، اتفضلي. منور بحضرتك. انا عيد ميلاد بنتي وجوزي بكره. طيب اسمهم ايه؟ عيد ميلاد بنتي وجوزي بكره، فكان نفسي اكلمك جدا. قولي لي اسمهم ايه؟ معايا ريتال وجوزي محمد. ريتال؟ اه ومحمد. خلاص شروق بتكتب الاسماء. حاضر. يا عايز اكتبهم لي. ينفع اقول انا كمان ولا ما ينفعش؟ قولي اللي انت عايزاه. عايز اقول لهم كل سنه وهم طيبين وربنا يخليكم ليا يا رب. اللهم امين يا رب، ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. يخليك يا محمد. العمر كل ليهم. الله يخليك، شكرا شكرا. مع السلامه. ريتال ومحمد كده اهو، قولنا استاذه شروق. احنا كده نعوز 2 كيلو شوكولاته يا جماعه. ان شاء الله هنجيبها. ماشي، تعالوا بقى نعمل عندنا الكريم شانتيه بقى. ايه الفكره؟ ادي الكراميل اهوت عشان يظبط معانا الدنيا. شكرا، بارك الله فيكم. والله بص يا عم جيمي، كوبايه من الحليب كامل الدسم نحطها هنا اهي، او كوبايه من كريمه الطهي. ده للمروار بتاعنا. والتاني ده هوت الباشا ده بيغلي هوت قدام حضراتكم لحد ما يوصل درجه حراره 120 بالشكل ده. كل حاجه مشيها مظبوطه، هتلاقي كل حاجه طالعه صح الصح ان شاء الله. بصي انا بعمل ايه دلوقتي بقى؟ هعمل كده حاجه لطيفه قوي. دي هتيجي هنا فهشتغل كارتين 2 شوكولاته، كارت هنا وكارت هنا. حلو الكلام. دي الشوكولاته اللي هكتب عليها الاسماء اللي انت هتبعتوها لنا. فعشان ايه ما الحاجه ما تبقاش مقوصه معانا، فبحط مع الشوكولاته شويه زيت صغيرين واقلب. حلو جدا اهو. بعد ما سيحنا الشوكولاته وناخد معانا الاستاذه منى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله شيخ. ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا استاذه منى؟ بحبك قوي. الله يخليك يا استاذه منى، ده من ذوقك والله. اخبر انس ومدام والعيال؟ في نعمه الحمد لله. سلموا على حضرتك. عايزه اقدم تهنئه لامي. طبعا اتفضلي. عايزه اقول لها الف حمد لله على السلامه، عملت عمليه. الف مليون سلام عليها. وعايزه اقول لك بتحبك قوي. شفاها الله وعافاها، والنبي ابوسيلي ايديها وقولها تدعي لنا. مش انا اللي ادعي لها، هي اللي تدعي لنا. فربنا يشفيها لك ويبارك لنا في عمرها يا رب. امين يا رب. الله يخليك يا ست الكل، شكرا لحضرتك. الف مليون سلام عليها. حبايب الناس الغاليه والناس الطيبه والبركه. بص بقى، دي ورقه زبده. نقوم جايبينها كده ونقوم واخدين عندنا الشوكولاته ديت الحلوه الجميله ديت. حطينا هنا. اوزع. لا انا التكييف هنا يقوم بالواجب، مش هدخل ثلاجه ولا حاجه. ده 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 ده, ده, ده دي الشوكولاته اصلا اللي هنكتب عليها الاسماء. ها انا بكتر اهو.
كلام جميل كلام جميل. وبعد كده نقوم ايه نديها طغبتين كده عشان تبقى ايه واخده الجزء الفلات ده المظبوط. وبعد كده ننضف نروق المسائل عشان دي ايه دي الحبايب دي بتاعت الحبايب دي نقوم واخدينها كده وحطينا هنا. هو التكييف هنا عالي شويه فهتجمد اصلا لوحدها من غير ما احطها في التلاجه. بعد كده ممكن نعمل لها اي قصه كده او اي شكل جمالي فاهمة ازاي؟ شكل زيجزاج كده هنعمله دلوقتي بس بعد ما تنشف شويه واوريها لك. بص هنا على الكراميل بتاع المروار عامل ازاي عشان هنرجع له تاني بس هضرب الكريم عشان انا بشتغل في كذا حاجه. ناخد معانا الاستاذه سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك كيف؟ ازيك يا استاذه سمر؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ست الكل. الله يكرمك. الله يخليك، اتفضلي. انا عيد ميلادي ابني ان شاء الله وعايزه برضه اكتب اسمه. من عينيا الاثنين. اسمه ايه؟ اواب. عواد؟ اواب. اواد بالالف. بالب. الف واو الف ب. الف ماشي تمام. اواد. اواب. لا قولي تاني كده. الف واو الف ب اواب. اواب تمام 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 ماشي. يعني كل سنه حضرتك. كل سنه هو طيب وحضرتك طيب. الله يخليك. اواب جاي من الاوابين صح؟ انا غلطان صح كده؟ ربنا يبارك لك فيه. طيب بجيب عندي الكريم شانتيه اللي انا هعملها للكميه دي كلها، نص كيلو من الكريم شانتيه. الكمية أنا عاملها كتير، أنت عايزة تقللي براحتك، أنا عامل كمية عشان أنا عامل تورتاية. عايزة تجيبي ربع كيلو كريم شانتيه وتحط عليهم نص لتر من الحليب براحتك. شوية سكر بودر عليهم. بعد كده بص بقى الحليب اللي فيه تلج ده، ده بقاله أكتر من 10 دقايق الحليب ده محطوط في التلج، ده أهم حاجة. الكريم شانتيه عمرها ما تتخفق غير بكده. أهو بص التلج اللي في الحليب. نصفي الحليب كويس قوي اهو بس كده يا باشا هيتلموا كل الكلام ده في الوش. نقوم واخدين ومشغلين وعلى السرعه الاولى ما تضربيش العجان اول مره كده في على طول عشان ما يضربش في الوش والباودر يطلع فوق. لا خليه الاول يعمل ميكس الاول ظريف كده وبعد كده حضرتك انت ايه تعلي عليه براحتك اهو واحده واحده. ولو عندك الغطا طبعا بتاع العجان يا ريت، يعني لو عندك الغطا اللي فوق بتاع العجان حطي، هو اصلا معمول للكريمات والحاجات دي كده. يا باشا الكراميل استوت معايا. لو احنا بصينا ودي اهم خطوه، اوعي تستعجلي في المروار، فانا ببقى عارف الكراميل بتاعتي استوت ولا لا اهي. طيب نعرف. طب تعالى هقول لك طريقه ثانيه نعرف بيها. بص لو عملت استكه كده يبقى استوت معايا اهي. هناخد كده بطرف معلقه كده ونحطها هنا كده. بص الاستكه اهو كده استوت يا باشا اهو يا عين عليك. ناخد عندنا الحليب ونبدا نضيفه كوبايه من الحليب كامل الدسم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بعيدوا عن النار شويه يا جيمي اهو. نقوم حاطين هنا شويه كمان اهو شويه بشويه عشان ما يفورش معايا. لو الكريمه مش هتفور كده بس عشان انا خلي بالي غالي اللبن. عارفه لو مش غالي اللبن احطه هتلاقي كل ده على الارض او على الفرن البوتاجاز اسف. انا بقى عملت بالحليب عشان يبقى سهل على الناس. انا معايا يعني ما تقلقش، انا حاسس يعني مش هيفور ولا حاجه. انا هدي عليه النار خالص لان لازم بعد ما تحط الكريمه تسيبيها تفاعل مع الكراميل شويه وبعد كده نبدا نحط بقيه الايه المكونات بتاعتنا عشان نعمله يبقى صح الصح. استاذه اسراء. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ ازيك يا ست الكل؟ الحمد
الحمد لله، ربنا يديك الصحة وطول العمر. الله يخليك ويبارك في حضرتك. أنا ربنا يديك الصحة ودايما واقف معانا وبين الله يخليك. الله يخليك ويبارك في حضرتك والله. أنا بعمل كل وصفاتك بجد بتطلع خطيرة. يا ربنا يخليك. الحلويات. ده شرف لينا والله. ربنا يديك الصحة والله. الله يديك الصحة، شكرا. أنا عاوزة بس حاجة للزوج الأيام دي يبهدلنا آخر بهدلة. نعمل إيه؟ حاجة للزور يعني. للزور؟ مشروبات للزور، أكلة للزور. اه مناعة يعني وحاجات المشروبات بتاعتنا الجميلة من عناية. بس لو في حاجة وخصوصا الأيام دي يا جماعة في ناس كتير أنا مش عارف إيه المشكلة. لا ده في مشكلة لازم أتكلم فيها. إحنا هنا مش شفات بس وبنطبخ بس برضه. وهي حتة برضه نصيحة لوجه الله تعالى. في ناس يا جماعة بتكسل لو في عندها دور تعب، لأن في عدوى دلوقتي منتشرة في المدارس، لازم تعرفي دي كويس قوي. في عدوى حاليا منتشره في المدارس وحاجات كده على الجلد وحاجات كده غريبه، خلي بالك وتشوفي التحصينات، شوفي كلام الدكاتره بيقولوا ايه على الموضوع ده. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي تعبان يا جماعه يروح يكشف. يا جماعه بص ايديكم، بلاش تروحوا للصيدليات وتطلبوا منهم ادويه وانتبيوتيك اصلا وانت ما تعرفيش انت عندك ايه، او انت ما تعرفش انت عندك ايه. اخطر حاجه الدكاتره اتكلموا عليها وشفناها مرارا وتكرارا في موضوع التعب، انك تروح لصيدلي وتقول له اديني الحاجه. بره ممنوع الكلام ده. يعني انا لما كنت في دبي، لما كنت في السعوديه، ممنوع ان انا اخش على صيدلي واقول له اديني شريط مضاد حيوي. دي جريمه، دي جريمه. فاحنا محتاجين يا جماعه ننظم نفسنا في الحته دي. حضرتك تعبان، روح اكشف. لازم نكشف عشان نشوف احنا عندنا ايه، لان في عدوى. لازم تعرف الدكتور اللي هو وحيد هو اللي هيعرف الحاجه ديت هيقدر يعالج بها ازاي، وايه الحاجه اللي يقدر يديها لك تعالج الفيروس اللي موجود دلوقتي، وخصوصا للاولاد وفي حاجات منتشره جدا في المدارس. اللهم بلغت اللهم فاشهد. تعالوا بقى قبل ما هطلع فاصل حط بس هنا ايه الكاكاو الغامق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط عندنا الكاكاو الغامق. ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى هطلع لك شوية مروار عنب. قلب. بص بقى اللمعة تبدأ تظهر دلوقتي اللي أنا بكلمك فيها. أهو بص بقى اللمعة بدأت تظهر بتاعت المروار إزاي؟ أهو أبدأ أقلب. يا عيني الله أكبر. أهو شايفة الإضاءة باينة قوي جواها كمان يعني. اخد عندي حوالي ربع كوبايه او حاجات بسيطه جدا، نص قالب صغير اهو بتاع الشوكولاته. نبدا نضيفه على المروار نفسه، وده بيساعد اكتر ان الحاجه تمسك على الكيكايه افضل. ناقص اخر حاجه ايه يا عم جيمي قبل ما اطلع فاصل؟ هو الجيلاتين اللي احنا عملناه، ادي قدام حضرتك اهوت. لو احنا بصينا وقلبناه كده هتلاقيه ماسك نفسه. ده الجيلاتين او حبيبات الجيلاتين اللي احنا حطيناها في الميه اهي. حط عليها ميه سخنه بس كده، واديها تقليبه بسيطه جدا، ونبدا اللي احنا نحطها عندنا على المروار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ساحه يا باشا الجيلاتين اهيت، بعد ما حطينا لها ميه سخنه نبدا نضيفها ونقلب، وبعد كده نبدا نشيله من على النار ويبقى جاهز معانا للتورتايه اللي هنبدا نحشيها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي المروار، خلينا نشوفه عامل ازاي، نشوف اللمعه نفسها عامله ازاي. بصفيه لو في اي كتل اللي في اي حاجه في بوله ومصفى. بص الحلويات نازل اصلا عامل ازاي بقى، اللمعه بتاعه المروار نفسه محترمه جدا واللون جامد جدا ما شاء الله. اهو زي الفل، سيبه يبرد. وعايز اوريك بس اكتر حاجه تبين اللمعه. بص الكبشه دي يا جيمي، بص كده، بص اللمعه عامله ازاي.
في الحاجه. بص اللمعه اللي موجوده، مرايه، مرايه بالظبط، ما هو مرايه اصلا اهو. بص تمام كده، تمام. تعالى بقى، احنا ضربنا الكريم شانتيه، قسمنا نصها فانيلا وعندنا نصها شوكولاته. بسم الله، نحط الشوكولاته هنا. وممكن الون، جبت خدت شويه مروار صغيرين، ممكن اخدهم بس لازم يبردوا الاول. نبدا نحطهم عندنا على الكريمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مضرب سلك بقى اهو. لازم لا، لو الكريم شنطيب بارده والمروار سخن باظت الكريمه. الكريمه دي بكل سنه وانت طيبه ترميها، هتلاقيها شوربه. او لو عايزه تعملي شويه جانيش براحتك اهو. بص كريمه شوكولاته طالعه عامله ازاي اهي، قوام نفسه عامل ازاي. يلا بقى نخش في التقيل هنا. بس في الفاصل انا عملت حاجه عشان ما كانش في وقت، وقبل ما تجمد بيه خالص عملت زجزاج على كارت الشوكولاته، مشيت بالسكينه كده بشكل كده عادي جدا عشوائي يعني، شكل زجزاج عشان ارسم عند الكارت. فلما اجي اشيل دي ممكن اجيبها هنا، معلش انا اسف يا جيمي، معلش. بص اشيل عندي الزيادات ديت بقى. بص ايه ده يا باشا، انا بسيح الحاجات دي تاني وبشتغلها. بص يا جيمي اهو، بص بتشيل الزيادات دي كلها اهيت، كل الزيادات ديت بتتاخد تاني وبتشتغل بيها اهو. بص 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 الحلاوه اهو. بص يا باشا الجمال، خلي بالك بقى عشان ما يتكسرش ها اهو. خلي بالك ايديكي فيها درجه حراره ها، عشان لازم تحطيها على طول كده، وبكده كارت الشوكولاته يكون ايه جاهز معانا. لا لا اسماء مش دلوقتي، انتوا جمعوا الاسماء اللي انتوا عايزينها عن طريق رقم التليفون اللي انتوا بتتصلوا بيه، اللي هو الرقم الارضي اللي هو 02. الرقم الارضي ده تقدروا تتصلوا من خلاله يا جماعه 3835227، واي اسم انتوا عايزينه هنقدر نكتبه على طول. عندي قاعده كيكه 40 في 40، وعندي صاجين 2 سبونج 30 في 40، صاجين 2 سبونج شوكولاته 30 في 40. الاثنين دول بيتعملوا بقالب بنص كيلو من الاسبونج الجاهز. باخد عندي الفانيلا كده ايه ماشي. يلا بص يا باشا بقى، في النص من هنا يا جيمي نقوم قاسمينها كده كده اهو، عشان تبقى كده وعشان تبقى كده، فاهم ازاي؟ طيب الثانيه برضو نفس الكلام، الشوكولاته نقوم واخدينها كده نص ونص اهي كده. كده اهو، وكده وكده. لو احنا بصينا كده هتلاقيها اتظبطت اهي، بعد ما عملناهاش بعد ما عملناها مثلث هتلاقيها النص والنص زي ما حضرتك كده شايف. عرفتي قصه القصه بتبقى ازاي؟ القصه بتبقى سهله جدا يعني، ما فيهاش اي حاجه. طيب هشيل بقى ده عشان نبدا نحشي اول حاجه الفانيلا كده، واشيل ثلاث طبقات من دول، ونبدا نحط عندنا الكريم شانتيه. نحط اول حاجه كده قطعه هنا كده، هنا حته صغيره عشان الزق عليها اول واحده بالشكل ده. ما تنسيش بقى ده مهم جدا، شويه شربات خفاف كده لازم نسقي بيه الاسبونش بتاعنا. في ناس بتحطه ببخاخ، لو عايزه لو عندك بخاخ يعني، انا بعمله بطريقه ست البيت، فرشه كده وميه. ولازم الكيكه دي تتسقي كويس اهو. معانا الاستاذه مريم،
الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، احنا بنشوف فيك وفي حلوياتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك لينا يا ست الكل. تسلمي، اتعلمت منك حاجات كتير قوي وحياه ربنا. طب الحمد لله رب العالمين يا رب دايما. بص يا شيخ محمد، بعد اذنك، بكره عيد ميلاد بنتي اسمها شيري. اسمها شيري؟ عايزاك تقول لها كل سنه وانت طيبه، يا دلوقتي في المدرسه وهنسمعك ان شاء الله في الاعاده، وعايزاك تقول لها بقى وهنكتب لها اسمها على كارت الشوكولاته كمان. شكرا يا شيخ محمد، انا بجد بعزك قوي. لا والله تحت امرك، والله تحت امر، ربنا يخليها لك ويبارك فيها. شكرا، مع السلامه. ربنا يخليها لك. بص الكريم شنطيه يا عم جيم عامل ازاي؟ ماسك نفسه في حاجه محترم. كده يا باشا اهو، ماشي. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الديسك التاني واضغط ضغطه كده حلوه، ماشي. في ناس بتحشي وبعد كده بتقطع، يعني ممكن تحشي اصلا اللي كادرين الاتنين وبعد كده تقطعيهم مثلثات، اللي يريحك اعمليه. يعني ممكن التقطيع ده يتعمل بعد ما تحشيه عادي جدا، بس تحطيها في الفريزر شويه عشان تبقى شاده نفسها وماسكه نفسها. حاولي الشربات بس ما يقعش على القعده قوي عشان ما تتبلش معايا وتبوش منك. استاذه حنان السلام عليكم. الو استاذه حنان، استاذه حنان السلام عليكم. الو استاذه حنان، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا بحضرتك. الحمد لله، انا بحبك جدا وكل الاهليه بتحبك جدا. والله اهلي وحبايبي وناسي دول. الله يخليك يا شيخ. بلدياتنا يعني. عيد ميلاد بنتي بكره واسمها اسماء. احلى اسماء في الدنيا، بنقول لها كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا شيخ، الله يخليك، احنا بنحبك وبنتعلم منك حاجات كتير. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. شكرا، وقولي الاسماء كل سنه وهي طيبه. تيجي من المدرسه بقى خليها تتفرج على الاعاده واحنا بنكتب اسمها على التورتايه نفسها. عاملين التورتايه ديت، اتفقنا لكل اعياد الميلاد وكل المناسبات عشان الناس اللي قالوا في كتير قوي طلبوا مننا التورتايه دي بجد يعني على الهوا. اكيد انتوا متابعين البرنامج يعني، فقلنا نعملها لكم النهارده كده ونكتب اسماء ان شاء الله انتوا عايزينها على الكيكه نفسها. هاخد ديت وبقسم الكريمه بالظبط عشان الحاجه تكفي معايا. اهي كده. ممكن ادلعها كده بشويه فاكهه. عادي يعني، لو عايزه تحط فاكهه كده في النص اي دلع يعني، مش كله شغال. وبعد كده بنقوم عاملين ايه؟ حاطين اخر طبقه خالص، يبقى كده الصاجين الاثنين بقوا تمام التمام كده. يا ام احمد السلام عليكم. ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ زيك يا ست الكل، كله تمام الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير وفي نعمه الحمد لله. يا رب دايما تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعملها. ربنا يخليك، ده انتوا اللي اجمل والله. الله يبارك لك. انا ابني على فكره شيف برضه، وشيف فطاطري في شرم الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. عبد الرحمن، ربنا يبارك فيه يا رب، شوفي احسن واحد في الدنيا. يا رب يبارك لك، اتمنى ان اشوفه جميل كده زي حضرتك واشوفه في التلفزيون، امل حياتي والله. ربنا شوفيه ان شاء الله، والله احسن واحد في الدنيا والله، ربنا يبارك فيه يا رب. اللهم امين، اللهم امين. الله يخليك. بقول لحضرتك، انا عرفت جواز ابني امبارح. تمام. ام كنت عايزه حضرتك تكتب اسمائهم على التورته الجميله اللي حضرتك بتعملها دي. عينيا. اسمهم ايه؟ اسمه محمود. محمود؟ ماشي. وعينيا الاثنين، ومين تاني؟ وداليا. محمود وتاليا. عينيا، حاضر. مراته وابنهم اسمه القاسم، لسه شهرين ان شاء الله. عينيا القاسم، جميل الاسم. شكرا. شكرا، ربنا يبارك له فيه يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا لحضرتك جدا والله، ربنا يبارك لك فيهم، تفرحي بيهم كده. الشربات اوعى تنسى. نركز بقى.
ركز بقى. لا انا بقول لنفس انا يا شيخ. لا لا خلاص الحدائق كل سنه طيب كده. لا الشوكولاته ما بتهزرش بقى، الشوكولاته محتاجه مكسرات، مش عايزين نهزر بقى، لازم شويه مكسرات. انا جايب شايبين شويه سوداني، لمينا المكسرات كلها اللي موجوده في القناه وخدناها في الايه في البوله الصغيره ديت. جيب عندنا الصاج التاني من الاسبونش اهو. لازم الكبسه دي يا معلم كده، لازم يا جماعه وانت بتعمليها تكبسيها كده كويس عشان تطلع معاكي مظبوطه اهي. شويه شربات ما ننساش، الشربات ده اساسي. في ناس بتحط مربى، في لو عايزه احسن تحط مربى التوت بتبقى خطيره معاها. ممكن احط كده بقى اشتغل بقى ايه، عشان ايه انا عايز اشد شويه بصراحه، عايزين نشد شويه، فانا ممكن اشتغل كده. مش لازم كيس الكريمه. استاذ حمدي السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ حمدي؟ ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ازيك يا عم حمدي يا غالي الله يحفظك. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعملها. ربنا يخليك والله يا عم حمدي اتفضل. الله يكرمك. الله يخليك. والله ابن ولاد بنتي النهارده اسمها خلود. خلود؟ خلود حمدي. خلود حمدي، نقول لها كل سنه وانت طيبه يا اجمل خلود في الدنيا، وهنكتب لها اسمها النهارده على التورتايه. حبيبي ما نحرمش منك. ربنا يخليك لينا يا حاج ويخليها لك ويبارك فيها. عاملين الكيكه بتاعت النهارده، بنفكر كل الساده المشاهدين لكل الناس اللي عندهم اهداء او عيد ميلاد اللي انتوا عايزينه. بنعملها اهيت، هاخد دي كده اهيت زي ما حضراتكم شايفين اخر طبقه عشان تطلع كلها مقاس واحد. محتاجين بقى عشان الطبقه تطلع زي اللي فوق ازود سن الكريمه بسيطه عشان تطلع سوء نفس التون بتاع الايه الكيكه البيضاء عشان ما نقصش كتير ونبهدل الدنيا كده اهو. بس كده حاطين يا باشا كده يا باشا ايه. بص اهو بنضغط كده الاتنين جنب بعضهم عشان تطلع بفضل الله كل حاجه صح الصح اهو. بقت النص والنص مظبوطه. نلم اشيائنا الجميله ديت، ننضف ايدينا، نمسح الكوانتر بتاعنا. هي المفروض تعمل ايه بقى؟ تحط في الفريزر شويه عشان نبدا ان احنا نقصها وننضفها الاول، وكل الدبري اللي بيطلع ما بيترميش الاطراف يعني. فبعمل ايه بقى؟ بص يا معلم جيمي كده اهو. لا لا مش هشغلها والله، ده دي اللي كنت تمامكم احلى من كده يعني والله. بس بقول لكم يعني والله انا يعني ده احلى حاجه في التورتايه اصلا الاطراف دي، بس لازم تتنضف كده. ليه بقى؟ عشان تبقى شكلها حلو. تمام كده؟ تمام. بنبدأ نعمل ايه بقى؟ اجيب عندي كريمة فانيلا وكريمة شوكولاتة، وابدأ اخد الحروف الجميلة ديت كلها بالكريمات. فهتاخد وقت، فهعمل ايه؟ هناخد فاصل صغير. بص هعمل ايه؟ بقوم واخد كريمه بقى من فوق كده. عايز اوريك الحركه دي معلش، والله بحب اعمل كل حاجه على الهوا انا اسف، الموضوع دوت ايه؟ بص حضرتك، بحط النص ده كده بتاع ورقه الزبده هنا ده كده. اهو. على النص ده، ليه؟ عشان الكريمه بتاعت الفانيلا كده اقوم حاططها عليها. وتطلع النص بالنص بالظبط. هعمل دي بس يا معلم جيمي انا اسف، ونطلع فاصل كده. الله يخليك ما شاء الله كده. نص الحلاوه اهو عشان نرجع من الفاصل بقى نبدا ايه نروش المسائل
ونفايش الهوامش. بص بقى بتقوم شايله ايه؟ شايله هوب 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 هوب، بقت كده نص الايه؟ الفانيلا. نفس الموضوع بس مش هحط ورق زبده طبعا على الكريمه هنا، هحط هنا الشوكولاته. فاصل وبعد فاصل نوصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. ده دي اسمها يعني التقطيع دي اسمها السوبريم. تمام. فبنبدا ناخد بلبله كده صغيره وابدا ان انا اقطع عندي كريمه الشوكولاته اللي بتبقى ماسكه نفسها، ها، عشان ديت هينزل الميروار عليها هنا، فبعمل لها سور عشان احجز الميروار ما ينزلش على الجنب، لان مش دي التورتايه اللي تنزل المروار عليها من الجنب عشان القاعده ما تبصش يعني ما يحصلهاش حاجه. فبعمل كده ليها سور كده بسيط، عايز اقول لكم النص كيلو كريم شانتيه مقضي يعني بالايه بالظبط على الكيكه يعني. ماشي، ده هقعد بس كده. والله لا هجيبك هجيبك يعني هجيبك، ناقصه بس حته صغنطوطه. انا قاعد عمال اجيب كل حاجه، يلا اهو حته كريم شانتيه يا اولاد. الفكره ان انا بعمل سور لده ليه بقى؟ لان لازم فض بس الهواء هنا. سبحان الله، بالظبط بالظبط والله. يبقى اهو بص غسلت الحاجه، ده مهم جدا لان دي مش خلاص انا مش هحطها في الفريزر، فبالتالي انا محتاج احط المروار هنا. نقلب بقى ونشتغل في الفاكهه. خلاص كده تمام، على ما دي تجمد شويه معايا تعالوا نشتغل عندنا في الفاكهه. المانجا اللي هتوحشنا، هنكتب الاسماء دلوقتي وكل حاجه اللي انتوا عايزينها. بس بعد ما بخلص عندي الفاكهه والشوكولاته هنكتب الاسماء كلها ونظبطها. اسلام خلص المروار، احنا كنا بس بنبرده شويه. حلو الكلام، شيل يا باشا ده على ايدك كده اهو، ونبدا ايه ناخد الحاجات الجميله ديت ونبدا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نرص بالشكل ده كده جنب بعضه، عشان كده المانجا ايه مرفعها قوي عشان تنزل تبقى مظبوطه جدا اهي. تقدري تعملي الكريمه اللي احنا حشينا بيها برضو ميكس، وتقدري تتصلي برقم التليفون اللي قدام حضرتك ده وتبعتي الاهداء اللي انتوا عايزينه على رقم الارضي اللي انتوا شايفينه دهوت، عشان هنكتب الاسماء ان شاء الله لو لحقنا السيجمنت ده. نبدا نكتب كده اسمين اتنين عشان احنا مخليين السيجمنت الرابع كله للاسماء اللي هنكتبها على التورتايه بتاعتنا ان شاء الله. لازم المانجا تكون رفيعه جدا عشان تنزل تبقى بالشكل ده، وكل ما تخلصي حته كده تقومي ضغط عليها عشان تبقى مظبوطة. ناخد الباشا ده كده اهو. انا مش سامع، انا عشان كده مش سامع. الو؟
السلام عليكم. كنت سمعت بركات، ازيك يا شيف محمد؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ تسلم ايدك على اي حاجه حلوه انت بتعملها لنا والله. الله يخليك يا استاذه صابرين، اتفضلي. والله حضرتك كنت عايزه بس اضيف اختي عندك على كترتويا، اسمها نسمه. نسمه كان عيد ميلادها النهارده، واحب اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يا ربي يقومك بالسلامه. كل سنه وهي طيبه، واحنا بنبعت لها اهداء من برنامج المطعم كمان. والله شكرا لحضرتك جدا، مع السلامه. شايفه بقى المانجو، كل ده نص واحده مانجا بس، يعني تخيلي كل الحروف دي معموله بنص مانجايه بس اهو. طب دي بقى لاني مقطعينها، لو مش لو انت مقطعاها تخينه اول حاجه مش هتكفي معاك المانجا ومش هتلف معاك اللفه ديت، عشان تلف كده يبقى لازم تقطعيها رفيعه جدا تبقى بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ونضغط الضغطه الحلوه دي. في حركه تانية بتتعمل حلوه قوي بالمانجا، نلفها كده 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 في النص، ها ممكن الف دي كده. معلش يا جيمي اوعي تقعي، هزعل وكلنا هنزعل. بسم الله، عندي النص بالظبط. الو السلام عليكم. السلام استاذه حنان. ايوه ازيك يا شيخ محمد، ازي حضرتك عامله ايه؟ والله الحمد لله كويسه، ربنا يبارك في حضرتك من احسن الشيفات والله. ربنا يخليك والله، يعني شكرا، ربنا يزيدك من فضله يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. الله يكرمك. كنت عايزه اعمل تهاني لبنتي ساره. ساره ها؟ ايوه بكره ان شاء الله، واخويا احمد. تمام، احنا بنبعت لها احلى اداء من هذا البرنامج، وهنكتب اسمها ان شاء الله على التورتايه لو عرفنا المره النهارده دلوقتي هعمل، او السيجمنت اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حاضر، مش زعل اي حد، كله هيكتب اسمه النهارده ان شاء الله. احنا عاملين كارت كبير عشان نكتب اللي احنا عايزينه، وكل سنه وكل الناس اللي عيد ميلادها والاولاد وكل الناس الكبار كل سنه هم طيبين كده. تمام، بصي رسمنا المانجا كده، ايديا كده تتظبط بقى عشان ايه نبدا نشتغل في اللي بعد. الالوان مهمه جدا، احلى حاجه تحبها يحبها المانجا بعدها او اللون بتاعها الاخضر، فايه الكيوي اهو. وحاولي تجيب الكيوي ما تبقاش ناشفه قوي، الناشفه دي بتبقى ممرره جدا، فتخلي بالك ان الكيوي بتجيبيه يبقى طري شويه ولو سن كده من قدام لازم تتشال عشان ما يقفش في الزور اللي هو ده. بص يا جيمي ده اهو السن ده كده اهو، بشيله ده في سن كده رخم قوي بحاول اشيلها، ونقوم قاسمين على اتنين. وبعد كده نقطعها شرايح بالشكل ده، امشي على المانجا كده. طبعا انت يعني انا بديك الطريقه، انت مزاجك هيبقى احلى مني بكتير في وانت شغاله في حاجه زي كده، خلي بالك يعني انت وانت شغاله فيها، انا شغال برنامج هوا، لكن انت بقى في البيت هتقعدي تفضلي تمزجي والحاجه دي تعمليها بالليل خالص. يعني لو هتعملي تورتايه زي ديت عيد ميلاد ولا حاجه، حلويات في العموم تعمل بالليل افضل، يكون الجو حلو. ليه بنقول بالليل؟ عشان الجو بيبقى حلو، مفيش المطبخ بتبقي خلصت كل الحاجات السخن، فبالتالي الحاجة تطلع معاكي مظبوطة إن شاء الله. يبقى دي كان استخدمت قد إيه بقى؟ في كل لادي كواية أهي منجاية واحدة. بقول لك الكميات عشان تبقي أنت عارفة، التقطيع هو اللي بيخليكي تستخدمي حاجات بسيطة. البرقوق طبعًا كده أهو. بسم الله الرحمن الرحيم،
شيل عندي البذر ده. كده اهو. ناخد عندنا البروق ده اهوت ومرصينه فين؟ عند المانجو كده. كل الشرايح بتبقى جنب بعضها. تعال ناخد نص واحده كمان هنا. عايزه تعمليها مكعبات كلها مع بعضها شغال وبراحتك وهتطلع معاك حلو جدا. مكعبات مانجا، مكعبات مانجا على مكعبات كي، اي فاكهه عندك تقومي حطها مكعبات وتقومي حطها في النص مكان الشرايح ديت، برضه هتبقى شكلها حلو جدا وهتتاكل وهتبقى زي الفل. ماشي، خش بقى على الدلع. خش على الدلع. لازم طبعا يكون في ليمونه معاكي. اهي هبص بتطلع شكلها حلو قوي. او ممكن تاخديها الناحيه الثانيه افضل كده وتطلعي كده وكده وكده. حلو، ونقوم حاطينها هنا كده. نفس الموضوع برضو على التفاح الاخضر، ممكن نجيبه كده اهو. هنطلع حاضر. حاضر، ماشي. يلا على ما اخلص ممكن. طب ما تدونا المروار. تعالى بص يا جيمي عشان اوريك حاجه. بس ده المروار اهو بعد ما برد. بص يا باشا، بص 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 الحلاوه. لازم يبقى بارد. ها، الصلاه على النبي، اوعى وشك، اوعى وشك يابا الحاج، اوعى المرايه يابا. هميل كده. اهو واحدة واحدة خالص لحد ما املى الجزء ده، وهوب اقوم نايم مايل على الناحية التانية لحد ما تتظبط معايا وشكلها يترسم معايا بالظبط. ما احطش مروار كتير عشان ما يطلعش برده التورتاية نفسها. اهو يا عيني، بس كده. هعمل بقى شوية حركات هنا في النص من الفواكه، نشوفها ان شاء الله، ونبدأ نكتب الاسماء ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل دلوقتي التورتايه وهنبدا ان شاء الله نكتب الاسماء، فكنت بس بستعجل شويه عشان نلحق نظبط كل حاجه. بعد ما عملنا الفاكهه اهيت، اخر حاجه خالص هنعملها البرقوق. يعني اهو بعد كده نقوم واخدين عندنا المانجا. اعملها كده على شكل ايه، ورده، ورديه كده صغنطوط قوي. اهو بنقوم حاطينها هنا. وبعد كده اخر حاجه بقوم حاطين عندنا الجيلي بتاعنا. ده جيلي بارد. ها، ده جيلي بارد. طبعا الجيلي السخن ما بيبقاش موجود. عشان تفضل محافظه على شكلها وتطلع معايا مظبوطه جدا ان شاء الله. الاسماء بقى اللي هنبدا نكتبها ان شاء الله بقى. ما
يلا يا شباب الحاجة. هعمل كورني ورق زبدة. خلاص ادي، لا اديني بس الشوكولاتة انا تمام. اهي كده عشان هنبدا نكتب، بس ايه لازم الكورنيه يكون سنه يكون رفيع جدا، ده مهم قوي يا جماعه عشان تطلع معايا مظبوطه والكتابه تطلع صح الصح ان شاء الله. الشوكولاته ساحت وراحت، تلات ارواح ما راحت. اوعى تكون مخرزه، لان لو مخرزه تمسك في الكورنيه مش عارف اكتب حاجه، فلازم تبقى مظبوطه. لا يعني هي لا ما شاء الله تمام، الدنيا متساهله تمام. جيمي هنبتدي، مش هكتب حاجه، هاخد بعض وامشي. يلا يا عم هابي بيرث داي. يلا دي اهيت كده ماشي، كتبنا هابي بيرث داي قدام حضراتكم اهيت عشان نبدا نشتغل عندنا بقى في الاسماء. يلا يا استاذه شاروك هنكتب بالعربي. محمد يلا. يلا ايه النرجسية دي؟ في ادينا حاجات تانية. ادم يلا يلا. شيري كل سنة وانت طيبة يا شيري. يلا ايه تاني؟ القاسم القاسم مين انت؟ داليا 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 داليا. يلا مين تاني؟ خش اللي بعده. محمود كل سنه وانت طيب يا عم محمود يا غالي. اهو احلى محمود اهو بالشوكولاته اهو. يلا خالود اهوت خالود. مين تاني؟ عواد. أواد يلا مودة يلا روان. ها أحمد اوعي تزعل حد يا شاروك. يلا لوجي كل سنة وانت طيبة يا لوجي. كم؟ نسمة نسمة أحلى شيف نونة في الدنيا. اوعى وشك. مين تاني؟ خلاص بقى. بص يا باشا اهيت اه نختمها شيف نونة نختمها مسك كده. بص اهيت اهي كده يتحط عليها التورتايه قدام حضراتكم باينه كل حاجه والاسماء باينه اهيت. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، واتمنى طبعا الحلقه تنول اعجابكم. انا بعمل هعمل بس شكل هنا حلو جدا يا جيمي كده كده. عادي بقى انا اول مره في حياتي اوفر بقى. اه ماشي ماشي كده.
بنرسم بس كده عليها وبختم الحلقة وبقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. أتمنى إن شاء الله الحلقة تنول إعجابكم وما فيش حد يزعم مننا لو ما كتبناش اسمه. والله أنا على قد ما احنا لسه هنعمل حاجات كتير والله الفترة اللي جاية، حبينا بس نعملها لكم عشان كتير اتطلبت مننا قوي. أشوفكم على خير، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.